شهر رمضان الكريم كل يوم صيام هو يوم يباعد بينك وبين النار، فصيام يوم في سبيل الله يباعدك عن النار 70 خريفاً، أي 70 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفاً. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم وأنعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.